مرحبا. حلقة جديدة من أجندة منترافق فيها لنتابع آخر الأخبار على الساحة الدبلوماسية الثقافية والاجتماعية. والليلة رح نكون مع العيد الوطني 88 للمملكة العربية السعودية، واللي احتفلت فيه سفارة المملكة ببيروت، خاصة وأن المملكة كانت دايما الشريك التاريخي للبنان وعامل استقرار ودعم أساسي له على كافة المستويات. هالشراكة الاستراتيجية يلي ارتقت وتثبتت بمجموعة كبيرة من المشاريع والقطاعات بلبنان، ويلي عمقت أطر المشاركة والألفة بين البلدين. يلي واكبها معالي الوزير وليد بخاري بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية كانت تعبيرا عن الاحترام الكبير والصداقة التاريخية والاحتضان الدائم للمملكة للبنان بكل الأزمات والمحطات، خاصة أن ذكرى قيام المؤسس جلالة الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد هالكيان العظيم. أسدا في المعركة، كان خادما للدين الإسلامي، وكان مؤسس دولة حديثة. قاد شعبه وبلاده إلى العالم الحديث، اسمه عبد العزيز. أعلن توحيد كافة المناطق في دولة جديدة هي المملكة العربية السعودية. بداية الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة كان من منطقة الروشة مع لفتة رائعة بإضاءة صخرة الروشة بصور الملك عبد العزيز وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وأيضا علمي المملكة ولبنان. We'll be right back.
واستكمل الاحتفال بالعيد الوطني بأمسية بالسيسايد ببيروت، حيث استقبل معالي الوزير المفوض القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بلبنان وليد بن عبد الله بخاري محبي المملكة من كافة المناطق اللبنانية لتقديم التهنئة بالمناسبة العزيزة. نحن أصلاً نتحمس لكل شيء يعطي زخم لهذه الأمة العربية، فكيف بالمملكة العربية السعودية اللي هي كبيرتنا بالنسبة للدول العربية؟ فأنا بهذه المناسبة بهني المملكة العربية السعودية وبهني جلالة الملك وسمو ولي العهد على هالنهضة المتطورة جداً اللي عم بيقوم فيها، وخاصة بالنسبة للمرأة السعودية. وأنا حالياً رح أعمل ملتقى المبدعات العربيات، وعندي نساء عربيات سعوديات مبدعات لهن إنجازات يشار لها بالبناء، حيكونوا معنا ببيروت إن شاء الله. فألف تحية وألف تهنئة، ونحن بلبنان ما بننسى أبداً فضل المملكة على هذا البلد. طبعا اهني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته الرشيده، واهني صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، واهني الشعب السعودي بهذه المناسبه العربيه التي نفتخر ونحتفل فيها جميعا في كل انحاء العالم. السعوديه بلد عريق وبلد احتضن العالم الإسلامي والعالم المسيحي ومنفتح على كل البلدان، وأتمنى التوفيق وأتمنى كل محبة، والشعب السعودي يستحق حضور أكثر من هذا الحضور، ولكن أعتقد اليوم لبنان كله تحت سقف هذه الصالة. طبعا أنا أفتخر ودائما متابع لاستراتيجية الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية التي راح تنقل المملكة والوطن العربي نقلة نوعية أمام العالم أجمع. بريك إعلان صغير ومنكمل من بعد حلقة أجندة لليوم، خليكن معنا. منتابع حلقتنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية 88، والحفل يلي حضره ممثل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، معالي وزير الاقتصاد رائد خوري، ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وممثل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري سعادة النائب علي بزي. هو هذا عيد للمملكة العربية السعودية، هو عيد للبنان ولكل العرب، لأنه المملكة العربية السعودية تشكل العمق الاقتصادي للبنان وللعديد ولمعظم الدول العربية والإسلامية، وبالتالي فإنه استمرار الاستقرار في المملكة واستمرار الازدهار في المملكة هو يشكل جزء من الاستقرار والازدهار في لبنان. ونحن في مجلس الأعمال اللبناني السعودي نحاول تعزيز العلاقات بين البلدين، ولدينا برنامج مكثف في هذا المجال عبر لقاءات سينظمها المجلس في بيروت وفي السعودية. هذا عيد عربي، عيد لبناني بالتأكيد، ولكن عيد عربي لأن المملكة اليوم في الموقع المتقدم فيه حفاظا عن حقوق وكرامة العرب، هي تعبر عن كل العرب، وتحديدا نحن كلبنانيين نعرف معنى هذا العيد لأننا نعرف معنى الوقوف المشرف للمملكة وقيادتها إلى جانب الشعب اللبناني.
طبعا بنحب نبارك لهم بهذا العيد ونتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار. وبنقول لهم نحن اللبنانيين الحقيقة ما بننسى أفضال المملكة ووقوفها إلى جانبنا وإلى جانب لبنان واللبنانيين بكل المحطات الصعبة اللي مرقنا فيها. ينعاد عليك بالصحة والسلامة. شو بدك تقول اليوم لكل الناس اللي عم بيشوفونا، كل الحلوين اللي مثلك، الصبيان والبنات للمملكة السعودية، شو بتقول لهم؟ بدي أقول لهم كل عام وانتم بخير، إن شاء الله ضلوا فرحانين هيك، كل عام وانتم بخير. وشو كمان؟ شو بدك تقول للسعودية؟ لمين بتقول بتحب كتير؟ مين؟ الملك سلمان. الملك سلمان. الملك سلمان. ومين كمان؟ ولي العهد محمد بن سلمان. ولي العهد. حاب بارك للملك سلمان وكل الشعب السعودي، أقول لهم مبروك، كل عام وانتم بخير يا أهل السعودية، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله كل الناس يكونوا فرحين بهذا العيد. كل عام بخير يا السعودية. دول كل عام أنت بخير يا السعودية يا مملكتنا الحبيبة. دول السعودية مبروك باليوم الوطني. مبروك يا السعودية. أنا أحب السعودية وعيد مبارك. السلمان ملكنا. اللافت بالاحتفال وجود المصمك يلي هو حصن رائع بيعود بنائه إلى تاريخ تأسيس البلاد، وهو من أهم المعالم التاريخية بالمملكة، وبوابة العلا المعروفة أيضا بمدائن صالح يلي هي من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ بالسعودية. وعلى غير عادة حضرت فرقة العردة النجدية خصيصا من المملكة العربية السعودية للاحتفال بهيدا اليوم الوطني يلي بشكل ذكرى محفورة بوجدان كل مواطن سعودي. وتم من خلال الاحتفال عرض فيديو عن المملكة، وقدمت من بعد العرض النجدية يلي انضم لها معالي الوزير وليد بخاري مع سعادة سفير الإمارات حمد الشامسي والملحق العسكري بالسفارة. في هذه اللحظات تبدأ فرقة العرضة النجدية رقصتها التقليدية، وقد قدمت خصيصا من المملكة العربية السعودية لأداء هذا العرض أمام اللبنانيين.
بريك علينا صغير ومنكمل من بعدها حلقة الليلة من أجندة ما تروحوا لبعيد. مرة جديدة من بارك للمملكة هالعيد الوطني الكبير، ويلي اختارت سفارة المملكة لبنان ليكون شريك دائم بالمحطات والمناسبات والإنجازات الكبيرة يلي بتبني جسور الصداقة والدعم والتعاون بين بلدين ما بتجمعن إلا المحبة، يلي بتشكل دعامة أساسية للبنان والمملكة يلي تعتبر الحاضن الأكبر لهالبلد. وهيدي كانت حلقة أجندة لهالأسبوع. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الثقافية والاجتماعية فيكن ترسلونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb، وكمان فيكن ترجعوا تشوفوا الحلقة على futuretvnetwork.com. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بحلقة جديدة. باي.